الله يعطيكم النجاح كاملين. هدى صباح النور. بونجور لاباس عليك بخير. بارك الله فيك. انت خايفة. جور مسيور المينيست. بونجور. انت خايفة انت. دير دوزي الباك غدا. ها؟ وي غدا ان شاء الله. الله يعاونك يعطيك النجاح هدى. امين. جابو انت من فاس. بغيت تهضري الصباح مع مع الوزير هضري معاه. داكوغ. نسولك. انا كنسمعوا هاد الايام هادي الى دابا الى نقلنا في الباك ولا شي حاجه الو غادي ندوز كونفيرتبس هادشي حال دوزي ولا كيخلعونا قالك خمس سنين ديال الحبس لا ما كاينش خمس سنين لا لا هادشي غير كيخلعوكم فيما يخص هاد النقطه هادي طبيعه الحال حنا كنتمناو بان حتى واحد ما يغش هذا هو الهدف ولكن مع الاسف كاينين اللي كي اللي غادي اللي غادي يغشوا هادو اللي غشوا خصهم يعرفوا بان هنا عقوبات وهذه العقوبات تدريجيه كتمشي من صفر في الماده حتى المنع من باش يدوزوا للدوره الاستثنائيه ويمكن يكون عام ما يمكنش يدوز البكالوريا عامين حتى ثلاث سنوات هذا ملوع منع باش يدوز البكالوريا وهذا خص يفكروا بزاف لان إلا تمنع مشكي واحد من ثلاثة سنين ولا سنتين يمكن الحظ ديالو يوقف مرة ما يمكنش يدوزو من بعد ولكن كاين ناس اللي إلا كانت هناك عصابات اللي هي مؤسسة في الغرض باش تشوش على البكالوريا من واحد ناحية ولا أخرى وإلا كان في حال قضية العنف هادو قضايا اللي هما حقيقة العنف ديك الساعة إلا كان هناك عارف شي واحد دفع شكوى هذاك الشيء كيرجع من حساب كيبقاش وزاره الوطنيه كتمشي للعدل ومن جهه اخرى اذا كانت عصابات هذا بطبيعه الحال نفس الشيء كيمشي القضيه للعدل واخا صافي هدى وي ميرسي سي تري جونتي انت معولات نقلي انت لا لا ما معولاش نقل ايوا واخا ومجد مزيان شكرا وي الحمد لله دعيو معانا دعيو معانا الله يعاونك الله يعطيك النجاح شكرا 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 لك هدى باكي توشكي في دواء رشيدة صباح النور بخير صباح النور مومو الحمد لله وانت بخير صحة لاباس صافا الحمد لله ميرسي بونجور مسيو المينيستر بونجور هدى انت بخيت واجدة واجدة صافا وي وي بيان سور تخي بيان Bon, déjà, c'est un porte-bonheur de parler au ministre de l'Éducation nationale avant l'examen. Mais oui, bien sûr, c'est un plaisir. C'est vrai, c'est un. Voilà. Ça va vous booster. Voilà, Inch'Allah. Vous devez jouer de soli, vous êtes Rabbi Watania. Oui, bonjour. Alors voilà, là, ma question, c'est que est-ce que toujours l'état de marge est toujours respecté pendant l'examen? Est-ce que l'état de marge est toujours respecté pendant l'examen? Oui, oui. Oui. Est-ce que tu sais toujours respecter? On est interdit, c'est féminine le site ou le ministre d'ici? Non, le prof apparemment. Ça va très bien. Donc les profs vont parler comme est-ce qu'il y a un état marjéi? Très marjéi. Il y aura ouf le site, kadalik, ou qu'il y a une campagne de nasaïr, qu'il y a une catégorie de chien, il y a une campagne de saïd. On ne peut pas trouver des questions, les chargés, ou un truc comme ça. Non, on a dit que nous avons 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 dit ديال لي سوجي اللي غادي يكونوا عندكم هذا لان ماشي هذا ماشي اون اي با لا بور فو كومون ديري بور فو فانتي ولا شي حاجه بيجي حنا اللي كنبغيو نعرفوا غير واش داك الرصيد الادنى اللي بغيناكم يكون عندكم في اخر ديال المطاف ديالكم في الدراسات الثانويه واش وصلتوا له وصافي هذا هو الهدف ما كاينش شي هدف اخر باش بغينا زعما باش نسقطوا الناس ولا شي حاجه ما كاينش انا شخصيا نكون مسرور الى كلشي نجاح فوالا وي بيان سور ميرسي ميرسي ا تو فدوا اي بون كوراج لكم على الخير دا ميرسي ا تو باكي تي بوشكي